مساء الخير ويسعد أوقاتكم جميعاً بقناة المطبخ الحلبي. حبينا اليوم نعمل كذا وصفة بفيديو واحد، ورح حط كل وصفة الرابط الخاص فيها بصندوق الوصف. الأكلة الرئيسية لهالفيديو هي مقلوبة البازيلا مع الفول والجزر بطعم كتير طيبة وطريقة كتير سهلة بالتحضير. تابعوا معي طريقة التحضير لنعمل أطيب مقلوبة البازيلا مع الجزر والفول. عندي فول أخضر مثل ما لكم شايفينه وبازيلا خضرة، رح أسلقهم بالمي. طريقة سلقهم بعد ما بيبردوا فينا نفرزهم بالفريزر. أنا حطيت معلقة سكر أو رشة سكر بسيطة للمي، هي بتغلي رح أحط فوقها البازيلا الخضرة. تقريبا البازيلا بتاخد من 10 دقايق للربع ساعة على النار، يعني بدي أعيفها عم تنسلق لحتى تستوي تماما. بعدين رح صفيها واستناها لتبرد. فيكن تفرزوها بالفريزر وفيكن تطبخوها مباشرة. أنا هلأ رح أطبخها مباشرة. بعد ما بطالع البازيلا من المي، بنفس المي رح حط فوقهم الفول الأخضر، كمان بينسلق معي تقريبا بده كمان 10 دقايق للربع ساعة. بستوه بسرعة لأنه لونه أخضر، لأنه انتازة. بعد ما بينسلق بصفي وبعيفهم ليبردوا، فينا نفرزهم وفينا نطبخهم. أنا رح أطبخهم مباشرة. بيلزم لهالأكلة جزر وفليفلة حمرة وخضرة، بفرمهم ناعم بهذا الشكل ورح أقليهم بأي نوع زيت نباتي. فيكن تحطوا سمنة، بس بدي حط أنا رز طويل، لذلك إجباري بدي حط معهم زيت نباتي لحتى الرز ما يتكمش على بعضه أو يتكسر ويخبص. أفضل طريقة لطبخ الرز الطويل زيت النباتي، يعني مثل الكبسة تقريبا. حطيت معهم مكعبين ماجي، ضل بحركهم وبغطي الطنجرة وبحركهم لحتى تدبل الخضار والجزر يستوي تماما. طبعا أنا رح ضيف جزء من البازيلا اللي سلقتها من شوي وقلبها معهم، يعني نص البازيلا رح حطها بقلب الرز مع الطبخة، والنص الثاني رح أقليها مع اللحمة وحطها على وش المقلوبة. أنا هلأ بحركهم منيح، بعدين رح ضيف فوقهم الفول يلي سلقته من شوي، كمان ما رح ضيفه كله، رح ضيف جزء منه، وبحركهم مع بعضهم. وبكون أنا غاسلة كيلو رز طويل بدون نقع. الرز الطويل ما بده نقع أبدا، بس مجرد أني أغسله وحطه فوق الخضار وقلبهم مع بعضهم. بضل بقلبهم مع بعضهم لحتى يتجانسوا مع بعضهم الخضار مع الرز، والرز يتشرب من الزيت ويتشرب من الخضار. بتطلع الطعمة أطيب لما الرز بيتحمص بالسمنة أو بالزيت. أي نوع رز، مو شرط الطويل، أي نوع رز لازم يتحمص بالسمنة أو بالزيت. رح حط نص معلقة كبيرة من الكركم. الكركم ما بيعطي طعمة بس بيعطي لون حلو للرز. وهلأ رح زيد فوقهم المي. عندي كيلو رز 4 كاسات، رح حطلهم 6 كاسات مي، يعني كل كاسة رز طويل تحتاج لكاسة ونص مي. كيلو رز 6 كاسات مي. بعد ما بحطهم بحط الملح، وبعدين بستناهم لحتى يغلوا. مجرد تغلي المي رح أغطي الطنجرة ووطي النار لحتى يستوي الرز على مهله. هلا بدي اقلي اللحمه. مع تقليه اللحمه انا اخذت جزء من البازيلا والجزر، رح اقليهم بشويه سمنه لحتى الجزر يستوي. بقلبهم مع بعضهم، بس حس انه الجزر استوى بغطيه وبرجع بحركه وعهده ومثله. رح اقلبهم على صحن، وبعدين رح اقلي اللحمه مع شويه ملح وبهار، وارجع اضيف فوقهم البازيلا والجزر وبحركهم مع بعض. هي اللحمه مع الجزر والبازيلا رح احطهم فوق الرز.
هاي كانت النتيجة النهائية للرز بعد ما نشفت ميته تماماً وكمرته ببشكير لمدة ربع ساعة. أنا عندي قالب التشيز كيك، باخد الدوار تبع القالب وبحطه فوق أي صحن، وبعدها رح حط فوقهم الرز ورح حط فوقهم اللحمة مع البازيلا والجزر وزينهم باللوز. بالنسبة للإيج أنا رح أحط لكم رابط الوصفة، رابط الفيديو بصندوق الوصف، فيكن تابعوا الوصفة كاملة. حطيت لها أنا خس وبقدونس وكنديرة البرغل وله دبس رمان، وقبل ما أحط له دبس الرمان باخد جزء منهم بعد ما بكون قليت البصل وبعمل منهم كبة نية بزيت وبكمل فوقهم دبس الرمان، بعمل تبولة إيج. وهي نهاية الفيديو لنا لليوم. إذا حبيت وصفاتي تابعوني على قناتي على اليوتيوب، قناة المطبخ الحلبي، وشكرا لكم على المتابعة.